وفكره وجود ديانا حداد النهارده بجد هي حاجه اوت اوف ذا بوكس، كانت وحشانه، وحشه الناس جدا، كانت مبسوطه بوجودها والناس حافظه الاغاني وجايبه، وبرده جايبه بناتها وقعدوا جنبي ومش عارف ايه، ناس مصممه الاغاني. لو تلاحظي اجيال مختلفه، يعني حتى قلت لها انت قلتي ماس ولولي، وانت اغانيكي زي الماس ولولي، كل ما بتقعد كل ما بتبقى شايني اكتر، وبتبقى بتلمع وبتبرق ليها بريق زي ما بيقولوا. وهي كمان بتختار الاغاني بطريقه حلوه، من اول اغنيه ساكن يعني في ست دي كانت، انت عارفه دي كانت ما كنتش اتولدتي، دي كانت 96 اتولدت للاسف، كنت اتولدت كنت اتولدت وفاكراها معظم الاغاني، كنت اتولدت وفاكراها وكنت قاعده بغني، شفتني وانا بغني شكلها صغير قوي الحمد لله. طب والله دي شهاده اعتز بيها، ما كنتش اتولدت يا شيف. لا انا من مواليد السبعينات، فمن زمان قوي. والله لا ما شاء الله مش باين، والله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. قلت ثلاثه ما شاء الله. طب قولي ايه اكتر اغنيه بتحبها لداينا حداد، واكتر اغنيه بقى كان في كده انتراكشن من شريف عليها؟ انا بجد بحب كل اغانيها، ده مش هزار، بس انا بالنسبه لي اماني وساكن وماسي ولولي، انا بالنسبه لي ثلاثه دول عشق، وممكن اسمع الاغنيه ثلاث اربع مرات ورا بعض. مش ممكن تغني لنا اول مره واحده ماسي ولولي؟ الناس هتقفل التلفزيون في وشنا. بلاش عادي، هنغني مع بعض مع بعض. يلا يلا هنغني مع بعض. ساكن لا ساكن ولا موس ماسي ولولي؟ جابولي مسؤولولي، قلت انا ما رايدة ما رايدة غير حبيبي جوا. حلوة اهي، حلوة والله.